الآن ما هي المفطرات؟ المفطرات ما هي؟ عندنا الأكل والشرب، يعني الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يغني عن الطعام والشراب. الطعام والشراب معروف، وما جرى مجرى الطعام والشراب، يعني هذه القطعة الآن من البلاستيك مثلا، لو جاء إنسان ابتلع، هي ليست من الطعام والشراب هذه القطعة، لو ابتلعها الآن جرى مجرى الطعام والشراب؟ نعم. لو أخذ قطعة مثلا من قطن من قماش وابتلعها جرى مجرى الطعام والشراب؟ نعم. أو كان يغني عن الطعام والشراب مثل الإبر، الإبر المغذية الآن، ما أدري بعضكم يسميها سيروم أو شيء من هذا، الإبر المغذية معروفة لأنها تغني عن الطعام والشراب. إذا خرج بهذا ما لم يجري مجرى الطعام والشراب. الآن قطرة العين هل هي من المفطرات؟ نعم أو لا؟ عفوا، قطرة العين من المفطرات؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما سمعنا يوما من الأيام أن عاقل يشرب من عين. صحيح؟ يوجد؟ يوجد هناك من يشرب من عين؟ بعض الناس يقول أنا المرارة أجدها في حلقي. يا أخي هذا ليس بمدخل معتاد للطعام والشرب، حتى لو وجدت المرارة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا ليست من المفطرات، قطرة العين قطرة الأذن، لكن الأنف لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، يعني في الوضوء، إلا أن تكون صائم. تمام. إذن الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يغني عن الطعام والشراب. إذن عندنا أشياء لا تغني عن الطعام والشراب، مثل أخذ إبرة مسكنة للألم، مثاله الآن يسميها الآن مثلا فولترين، إبرة فولترين، يصح، لا إشكال، هذا ليست من المفطرات. طيب أيضا عندنا لو تعمد القيء، لو تعمد القيء أفطر. كذلك الجماع وتعمد إخراج المني، خرج بهذا ما لو نام مثلا بعد الفجر وخرج منه المني وهو نائم فصيامه صحيح، لا إشكال فيها. أيضا عندنا من المفطرات خروج دم الحيض أو النفاس، وكذلك الحجامة. الحجامة أو يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: مثل الحجامة التبرع بالدم، خرج بهذا. يقول: ما لو أخذ عينة، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الآن بعض المستشفيات يأخذ عينة من الدم للتحليل مثلا، يقول هذه ليست من المفطرات.